الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الموسيقية. درسنا اليوم سيتطرق إلى فرع هام جدا من أفرع التربية الموسيقية، وهو الفرع اللي يجمع مادتنا بمادة اللغة العربية. خلونا نكتشف شنو هو هذا الفرع، والآن فلنشاهد معا المقطع التالي. ماذا شاهدنا يا ترى في هذا المقطع؟ إنه علم الكويت، فعندما نرى علم الكويت يرفرف نشعر بالاعتزاز والفخر والانتماء للوطن، ولذلك يجب علينا كل يوم في لقاء الصباح المدرسي أن نرفع العلم ونؤدي التحية له. ثم ماذا نفعل؟ أجل، صحيح، سوف نغني النشيد الوطني، وهذا موضوع درسنا اليوم. والآن سوف نبدأ بدراسة النشيد الوطني بالتفصيل، ولنبدأ بأول جزء في النشيد الوطني وهو المذهب. وطني الكويت سلم بعد أن استمعنا إلى مذهب النشيد الوطني، سوف نقرأ الكلمات بطريقة تساعدنا على الغناء السليم. وطن الكويت سلم تل المجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطن الكويت سلم تل المجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطن الكويت، وطن الكويت، وطن الكويت سلمت للمجد. ما رأيكم الآن أن أختبر معلوماتكم في مادة اللغة العربية من خلال التعرف على بعض المفردات ومعانيها؟ معنى سلمت للمجد، نعم صحيح، إنه دعاء للوطن أن يبقى دائما في مجد وشرف وعزة. معنى على جبينك، فعلا على جبهتك. معنى طالع السعد، أحسنتم، تعني علامات الخير والبشر والبركة. أما الآن سوف نحاول غناء مذهب النشيد الوطني مع آلة البيانو. Thank you.
هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم واللي تناولنا فيه العديد من المعلومات المفيدة، على أمل أن نلتقي فيكم مرة ثانية. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.